بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدي أعمل طريقة الكب كيك الياباني، إن شاء الله بتعجبكم وخفيفة وطيبة. بس المقادير عندي بالجرامات حكتبها، بس أنا هعملها بالكاسات عشان أخفف عليكم الطريقة. عندي كاسة طحين حطيت معها نص ملعقة بيكنج باودر، وبيكنج باودر الصويا قد ذرة صغيرة قد الملح. كمان مرة كاسة الطحين مع نص معلقة بيكنج باودر، ومن بيكنج باودر الصودا كمان مع ذرة صغيرة، وعندنا كوباية حليب. أيه، عندنا بيضة، عندنا معلقتين سكر يعني 50 جرام، وباكيت فانيليا السكر، عندنا بشر ليمون، عندنا كمان معلقتين سمنة 50 جرام، عندنا كمان 3 بياض بيض. نبلش بسم الله بالطريقة. أول شي بنحط الحليب، نحط معاه البيضة، نحط بشر الليمون، نخفقها شوي، معنا 50 جرام الزبدة، معلقتين، ننزل الطحين شوي شوي مع البيكنج باودر والفانيلا، البيكنج باودر عفوا والصودا، الفانيلا السكر لحالها بنخلطها مع البياض البيض. نخلطها لما تصير العجينة عنا هيك بيضة، لازم تكون عنا هيك العجينة بيضة. هيك هاي العجين خلطناها، نيجي هلأ لبياض البيض. هاد بدنا نخلطه شوي شوي لما يصير زي التلج، وبعدين بنحط معاه الفانيلا السكر والسكر بس شوي شوي. بسم الله. بلش يصير معنا ابيض، عشان الصوت بلش يصير ابيض لازم نكمل نحط السكر والفانيليا السكر. لازم يكون عندنا هيك مثل المرنج. نبلش شوي شوي نضيف على العجين اللي عندنا هون، نخلط بسم الله هيك. منشان الهواء يفوت جوا.
شوي شوي، وبنحطه على الخليط، وبرضه بنحرك شوي شوي عشان الهواء كله يفوت جوا. هيك بسم الله. هيك خلصت العجين عنا. بدنا نحمي عنا مقلة تيفال، أو أنا عندي الماكينة تبعتي إياها. نبلش، هاي المعلقة، عندي معلقة آيس، هاي هاي عندنا هيك. أول ثلاثة هاي تستويو، هاي شكلهم. نكمل الطريقة، ممكن مغرفة عادية مع معلقة كبيرة نحط، أنا بحط بهاي اللي عندي. نكمل لما نخلص بقية المقدار، نشوف كيف نقلب. هاي سيبه مع الوجه الثاني يستويو. هاي شكله. هاي شكلهم هيك. لما نكمل ممكن نقدمهم مع العسل أو مع السكر المطحون. هاي شكلهم. صحة وهنا على قلوبكم إن شاء الله.